السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما الجميع يكون بصحة جيدة. فيديو النهاردة مهم جدا جدا، ازاي ندخل على قناتنا من جوجل كروم، وبطريقة سهلة وبسيطة، لان في ناس كتير كانوا سابولي رسالة ان هما مش عارفين يدخلوا عليها القناة بتاعتهم من جوجل كروم. فانا هشرح لكم الطريقة وان شاء الله تكون سهلة وبسيطة، وندخل على القناة بتاعتنا من جوجل كروم بطريقة سهلة وبسيطة. هنسمي بالله وهنضغط على جوجل كروم، واهم حاجة ان نكون فاتحين جوجل كروم على ايميل القناة، ده اهم حاجة ان يكون ايميل القناة مفتوح على جوجل كروم. بعد كده هنكتب في البحث جوجل يوتيوب، كويس، هنكتب ايه؟ جوجل يوتيوب، وبعد كده هندوس عند كلمة تسجيل دخول، تسجيل دخول ومتابعة الى يوتيوب، هنضغط عليها. بصوا حضراتكم هنضغط ايه عليها، هجيب كده من عند الايقونه ديت اللي هي علامه الايميل بتاعي، فهفتحه وادوس عليه وهختار منه استوديو اليوتيوب وهضغط عليه دوسه طويله، هتظهر قدامي الصفحة دي، هختار أول حاجة وهدوس عليها. لو حضراتكم أخدتوا بالكم هتلاقوا علامة يوتيوب من تحت، هختار تاني واحدة وادوس عليها. بعتذر لان النت بطيء. اهي الصفحة بتاعت القناة اهي اتفتحت من جوجل كروم اهي. لوحة البيانات الخاصة بالقناة من جوجل كروم، صفحتي اهي من جوجل كروم. عايزين بقى اي سؤال اي معلومة يا ريت حضراتكم تسيبولي تعليق، وان شاء الله اعمل لكم فيديو بالسؤال اللي حضراتكم بتسألوا عنه، ويا رب يكون الشرح سهل وبسيط. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتذر لحضراتكم نسيت اشرح حاجة مهمة جدا، هتوفر عليكم ازاي تدخلوا على القناة بكل سهولة من غير كل الخطوات دي، بس الخطوات دي هتعملوها اول مرة بس، وبعد كده هو هتعملوا الاختصار دون في ثلاث نقط هتضغطوا عليها، وبعد كده هتلاقوا كلمة اضافة الى الشاشة اهي، هتضغطوا عليها كده اصبح الاختصار ده موجود بره الشاشة بمنتهى البساطة والسهولة اهو الاختصار. طبعا انا هزيحه كده علشان يظهر لكم ويكون واضح، هو ده الاختصار. فلما نيجي ندوس عليه كده هو هيدخلنا على القناة على طول اهي، من غير ما نمشي على الخطوات ومن غير التعب اللي بنمر بيه كل مرة. فكده هيكون طريقة سهلة وبسيطة، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة سهل وبسيط لصديقة عزيزة سألتني عليه. قالت لي انا براسل احد الاصدقاء وعايزة اغير الخلفية بتاعت الواتس الخاص بالصديقة اللي انا بتواصل معاها. تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونضغط على الواتس، وبعدين هنضغط على اسماء بالمنظر دوت. انا عايزة بقى اغير المنظر ده. في عندي هنا 3 نقط هضغط عليها، وفي عندي كلمة قبل الاخيرة خلفية الشاشة هغير من هنا. دي الخلفيات اللي موجودة الخاصة بالتليفون نفسه، يعني لو عجبني المنظر ده هلمسه كده بإيدي وهضغط على ضبط خلفية الشاشة. اهي موافق كده، اصبحت خلفية الشاشة اللي هي الخاصة بالصديقة اللي انا بتواصل معاها فقط لا غير، يعني دي هتكون موجودة عندي أنا بس. أما عند أسماء لأ، عندي الصديقة اللي أنا بتواصل معاها لأ، دي موجودة عندي أنا فقط لا غير. عايزة أغيرها بصورة موجودة في معرض الصور بتاعي. برضك هضغط على 3 نقط وهضغط على خلفيات الشاشة وهدوس على صوري. اهي هلاقي الصور اللي موجودة عندي في المعرض، هضغط على اي صورة انا حباها. ناخد البت الامورة دي اهي، اصبحت البت الامورة ديت هي اللي موجودة قدامي، وانا براسلها وانا بكتب اي حاجة. مساء الخير، هتوصل اهي، ويا رب يكون كده شرح سهل وبسيط، واللي عنده اي سؤال يا ريت يسيبهولي في تعليق، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة.